مساء الخير لكل محبي الرياضة في عبر إذاعة مكس اف ام في البرنامج الرياضي اليومي غرفة 11. معكم ثامر الحميد في تقديم الحلقة واخذ جولة حول في كرة القدم في حول أنحاء العالم سواء محليا أو أفريقيا وعربيا أو عالميا. في إعداد هذه الحلقة الزميل عثمان الصولي. مع البداية نذكركم بأرقام التواصل STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590 زين 73 22 22. ونبدأ مع أخبار كرة القدم المحلية. شهدت تدريبات نادي الهلال اليوم مشاركة الحارس المنتقل بنظام الإعارة من نادي الشباب إبراهيم زايد، في حين واصل السداسي المصاب عبد العزيز الدوسري ويحيى المسلم وعبد اللطيف الغنام ونواف العابد ورضوان الموسى وحسن خيرات برامجهم العلاجية والتأهيلية بحسب ما قرر لهم من قبل الجهاز الطبي. يذكر إلى أن الفريق سيجري مرانة يوم غد الأحد في الفترة الصباحية وسيكون مفتوح لوسائل الإعلام والجماهير. حفز صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس أعضاء شرف النادي الأهلي لاعبي فريق كرة القدم الأول بحضور المران الأخير للفريق قبل لقاء الفتح مساء غدا في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من الدوري. ومن جهة أخرى استهل اللاعب بدر الخميس المرحلة الثانية من برنامج التأهيلي حيث بدأ في الدوران حول المضمار. من جانب آخر يصل صباح الثلاثاء المقبل إلى جدة اللاعب برونو سيزار قادما من البرتغال للانخراط في تدريبات الفريق بعد إنهاء بعض الارتباطات الخاصة به هناك. ومن النادي الأهلي إلى نادي النصر حيث شارك المحترف البحريني في التدريبات الفريق بعد تمارين اليوم اللياقية. أخيرا محمد حسين البحريني يتواجد رسميا في نادي النصر. في الشباب وصل الفريق الأول بنادي الشباب تدريبات عصر اليوم تحت إشراف ميشيل برودوم. ومن جهة أخرى واصل عبد الله شهيل وهادي يحيى برنامجهم التأهيلي في عيادة النادي حيث يخضع اللاعب عبد المجيد الرويلي صباح غد إلى كشف طبي اللي هو طبعا الكشف الرنين المغناطيسي على موضع إصابته في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في لقاء الوحدة الأخير، بينما تعرض حارس المرمى محمد العويس إلى إصابة في تدريبات اليوم شخصها الجهاز الطبي بالتواء في المفصل. نادي الشباب من يوم أعار إبراهيم زايد النادي الهلال والإصابات تلاحق الحراس من تسمم وليد عبد الله إلى التواء في المفصل للحارس الاحتياط محمد العويس. التعاون يمدد عقد حارسه فهد أثنيان لمدة 3 مواسم ونصف حتى عام 2016. من المنتظر أن تعلن إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة التجديد مع عبد الرحيم الجيزاوي لاعب وسط فريق الأهلي، حيث أن الجيزاوي اقترب من الدخول في الفترة الحرة والتي تسمح له الانتقال إلى أي نادي في حال عدم وجود اتفاق بين الجانبين. وأشارت أنباء إعلامية أن الجيزاوي اتفق مع إدارة النادي على الخطوط العريضة للعقد الجديد ولم يتبقى إلا الحسم النهائي والإعلان عن تفاصيل الصفقة والتي ستعلن في أقرب وقت ممكن. نتكلم أكثر عن الدوري السعودي ومباريات الدوري السعودي ونجوم الدوري السعودي. ينضم لي الآن الزميل العزيز جدا والصديق الإعلامي الأستاذ طلال الغامدي. حياك الله معنا طلال. حياك الله
هلا وغلا استاذي، يا هلا وسهلا فيك وفي المستمعين الكرام، مشتاق لكم وللاذاعه الجميله جدا صراحه. يعطيك العافيه. عد ذكريات الطلال ها؟ ايه، من اتوقع ممكن من سنه تقريبا ما كان بيننا تواصل، لكن انا متابع لكم جدا حتى في الشرقيه، يعني لكم متابعين ودائما اراكم تطرحون خاصه برنامجك جميل كامل، يعني متابع جدا بشكل ما تتوقع يعني، ودائما يحظى باصداء واراء جميله جدا. يعطيك العافية. طلاب الأكسنت من تأسيس الإذاعة قبل سنتين، وأنت دائما متواصل معنا، ولنا الشرف تواجدك معنا عبر إذاعة مكس اف ام. الله يشرفك. الطلال، خلينا نتكلم عن الدوري السعودي وخاصة المباريات الآن، يعني نتكلم وصلنا إلى الجولة 17 في دوري زين، إلى الآن الفتح متماسك مع خلينا نتكلم المنطقي فنيا، فتح الجبال أو على المستوى الإداري نشوف الفتح في المركز الأول، باقي تقريبا 9 جولات على نهاية الدوري، تشوف أنه ممكن الفتح يستمر؟ هذا السؤال يمكن من بداية الدوري وحنا نسأله. والله شوف، للأمان راح يستمر لنهاية الموسم، يعني أقرب الناس لنادي الفتح كإداريين أو لعيبة أو كجمهور، للأمانة لو سألتهم هالسؤال نفس الكلام بيقولون إن هل سيستمر، هل سيواصل، هل سيكون الفتح بنفس مستوياته، يعني من مباراة إلى أخرى كل واحد يقول اليوم الفتح ستكون الفتح اليوم بيظهر بشكل، اليوم بداية السقوط، اليوم بداية النزف، اليوم، لكن سبحان الله اللي حاصل عكس تماما، يعني حير النقاد، حير المتابعين الرياضيين، وهذا بالعكس هذا شيء إيجابي، يعني مو بقدر أنك تخلي العالم تحترش اللي يحصل في هذا النادي، كيف استطاع هذا النادي، يعني رغم إمكانياته، رغم يعني لا يقارن بالأندية الكبيرة، يعني ورغم تواجده من الدوري التون نسميه حديث من الدوري الدرجة الأولى، لكن فعلا الآن صار هذا النادي مدرسة ونموذج احتذى به من جميع الأندية، سواء حتى الدرجة الأولى، حتى مساء البارح في مباراة الاتفاق أحد جماهير الاتفاق يتحدث معه قال إحنا نتمنى أن يكون إدارتنا أو لاعبينا قدوة، يأخذون من نادي الفتح قدوة، فصار الآن مضرب قدوة للأندية سبقتها بسنين وأعوام وتاريخ، يعني لهذه الأندية لا يقارن تاريخ الفتح، فهذا شيء إيجابي، فأتوقع أن نادي الفتح سيستمر بهذا الموال، سيكون وضعه يعني على مستوى متقارب، خاصة بعد تأخر الهلال بدأ الآن للأمانة الضغط يقل أكثر على الفتح بينما يكون على الهلال أكثر، وللأمانة احنا نعترف وجميع حتى مدربهم، يعني مدربهم تصاريح زميلي دابر واقعية جدا، يقول لك قبل مباراة الهلال احنا نفس قصير، يطلع لك المباراة اللي راحت وقال لك احنا ما يوجد عندنا بديل، يعني أشياء تحصل في هذا النادي، يعني أمور يعني اعترافات، ورغم ذلك الكل يشيد ويثني على هذا النادي، وأنا أتوقع يعني مباراة الأهلي الجاية في صحوة الأهلي الآن ستكون صعبة جدا، والفتح يعرفون هذه الصعوبة، لكن اللي سهل أكثر على الفتح وخلى المدرب يرتاح أكثر واللعيبة تعادل الهلال مساء البارح، تعادل الهلال يخلي الفتح يدخل مباراة الأهلي أقل ضغوط مما سبق، وهذا الأمر سيجعل الأهلي سيجعل الفتح يشارك في مباراة الأهلي ويقدم مستوى، وأنا من الآن أتوقع أن الأهلي لن يخسر أمام الأهلي، يا تعادل يا فوز. الفتح تقول ما يخسر من قدام الأهلي، يا تعادل يا فوز. أنا بنيتها على معطيات اللي صاير الآن في الشارع الرياضي ونتائج المباراة الثانية. صاير الآن إيه اللي صاير الآن أن الضغوطات تعادل الهلال ساهم الآن في رفع معنويات الفريق الفتحاوي وسيدخل المباراة بضغوطات. طيب. لأن سيبقى الفارق كما هو. طيب طلال، نروح لنادي الهلال او خلينا نتكلم على الاتفاق تحديدا، الاتفاق امس ظهر في الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاول، خلينا نتكلم على ناحيه التصاريح الاعلاميه، المدرب الفريق سكوزا يقول اعطيت الهلال اكثر او اكبر من حجمه في الشوط الاول، رايك؟ والله شوف، انا حضرت المؤتمر الصحفي، انا كنت موجود طبعا، هو اللفظ صحيح نفس لكن ورد على سؤال صحفي سأله لماذا أعطيت الهلال أكبر من حجم الشوط الأول والشوط الثاني ظهر بشكل كان متحفظ الشوط الأول صحيح إيه قال نعم، يعني رده قال نعم، أنا الشوط الأول يعني كما قلت اللي كما ذكر الإعلامي
أعطيت الهلال أكبر من حقه. وفعلا يعني إحنا نكون صريحين مع بعض، الشوط الثاني الاتفاق تفكيز ممتاز، يعني فريق تغير 180 درجة. والأجمل صراحة واللي إحنا كإعلاميين كسبنا احترام المدرب اعترافه، يعني من النادر جدا نحضر مؤتمر صحفي في الدوري السعودي ومدرب ويقول لك نعم أنا غلط أو أنا غلطان أنا أتحمل غلطي، هو قال بنفسه قال أنا عاسف بهالأسلوب. يعني إذا كان يعني مو كلام نقول، يعني أنا سمعت الكلام أمامي صار صراحة. أنا احترمت المدرب أكثر وأكثر، وأعتقد إن هالمدرب بالأسلوب هذا والتعامل هذا ما لي لا متعامل مع أمام الناس واعترافه بخطأ الشوط الأول، هذا بالعكس هذا سيزيد ثقة وسيجعل من نادي منافس قوي وسيظهر الاتفاق في الأيام القادمة. طيب أعتقد إنه تصريح. تفضل تفضل طلال كمل. تصريحه يعني يعني من حقه يفتخر بالأسماء، شهدت الأسماء الشابة يعني يعني إذا في ناديين يعني عندهم أسماء شابة فأعتقدهم نادي الاتفاق ونادي الأهلي. الاتفاق الآن شهدنا أمس 3 من 4 لعيبة لأول مرة، يعني شاب الاتفادي لأول مرة شاهد، إذا كان لأول مرة شاهد يعني أسماء عندك كادش من أول عند يعني في 4 أسماء 5 أسماء لهم مستقبل كبير مع النادي. صحيح. فمن حقه يعني إن يفتخر وإن يذكر إني أنا أعطيت بعض إني أعطيت الهلال كرة حجمة بعد ما شاف إن الهلال فريق سهل. شاهدنا كم كرة ضاعت عند أمام مرمى الهلال، وشاهدنا شو التخبطات اللي صارت مدرب الهلال. هذا العكس لما يجيك مدرب يقول لك أنا أعترف غلطي، ومدرب يذكر إن يعني اللي هو في المقابل كان موجود كومباليه ذكر إن لعيب أدوا اللي عليهم وأنا أشكرهم وما قصروا. هنا فرق التعامل، فرق الاحترام، فرق الفكر يعني. طيب هذا لو تكلمت أنت حتى على احترام، وهذا يفتح لنا باب ثاني طلال. يوم قال لو خلى أتكلم عن احترام طلال، أنا أتكلم احترام، احترام المتلقي، احترام الإعلام. صحيح. يعني أنت لما تجي تسأل المدرب أقول لك مثلا تشكيلتك غلط، أنت طلعت سلمان فرز غلط، يجي يقول لك لا اللاعب أدى اللي عليه وأنا تشكيلتي صح. بينما المدرب الاتفاق لا قال أنا خطأت نعم. هذا اللي انا اقصده يعني. صحيح. طيب اللي تكلمت عنها طلال، هذا يفتح لنا باب جديد انه نتكلم على الاحترام والاحترافيه ايضا تتجسد في 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 نادي الاتفاق، وتحديدا يوسف السالم. يعني شفنا يوسف السالم على الرغم من توقيعه بشكل رسمي نادي الهلال في الفتره القادمه، لكن شفنا يوسف السالم شلون لعب، وحتى اداره نادي الاتفاق راهنت عليه ومدرب الفريق، وشفنا مستوى وكان نقطه تحول في مباراه امس. بالفعل كان من أول لمسة كان بيسجل، وكان يعني وكان للأمانة حتى الجمهور الاتفاقي رغم ذلك كان يساند في المباراة. وذكر في المباراة الصحيحة ذكر أن يوسف السالم كان المفروض أنه أساسي، لكن اللي ما خلاه أساسي أنه ما راح معنا معسكر معسكر دبي. يعني وهذا سؤال يعني موضوع يأخذنا يفتح لنا باب ثاني، اللي هو أن المدرب ليس له علاقة بإبعاد يوسف السالم عن معسكر. يعني كلامه كان واضح. وايضا الزميل الحارس السبيعي ذكر ان فايز السبيعي ذكر في تصريح في الاعلام ان يعني استغرب، يقول انا استغرب او انتقد الاداره بعدم ذهاب يوسف السالم معهم في المعسكر. فهذه الامور يعني ظهرت امس وبانت للجميع، ورغم ذلك المدرب اشرك اللاعب. والموضوع هذا للأمانة أكون صريح معك يعطينا دلالة أن الأجهزة الإدارية في أنديتنا ما زالت تحتاج إلى وعي أكثر، وعي أكبر، ولابد أنهم يتقبلون موضوع انتقال اللاعب كل صدر رحم. المدرب ذكر أمس أن اللاعب سيشارك معه ما دام موجود هو سيشارك. فالإداري إذا مثلا بيبعد اللاعب، طيب هل أنت بتبعد؟ يعني خلينا ناخذ بكل أمانة مثال في نادي آخر مثل نادي الهلال. تشوف نادي الهلال أحمد الفريدي من يوم وقع النادي الاتحاد وياخذ رواتب وهو مبعد وحاط رجل على رجل، يعني فبالعكس يعني نشوف هنا في مستفاد منه لاعب مثل يوسف السالم، وأحمد الفريدي غير مستفاد منه على الرغم من الرواتب. يا سلام عليك، يعني مثال ممتاز جدا جدا جدا. وكما ذكرتك هذا يعطيك الفرق العمل الإداري بين الأندية عندنا. هذا مثال شاهد كما ذكر، لاعب يصرف عليه النادي ومريح ولا يشتغل أو كما نقول بالعامية يحل الراس، ولاعب كما ذكرت عند الاتفاق يلعب وشارك. وأنا كما ذكرت لك وأراهن أن مشاركته لو وقفت على الإداريين لن يشارك، لكن أعتقد أن احترافية
المدرب. طيب طلال، نتكلم على الثلاث مراكز الاولى في دوري زين، نتكلم على الفتح والهلال والشباب. تتوقع ان احنا تشوف ان احنا ظلمنا الفتح من بدايه الدوري، يوم قلنا الفتح نفس قصير راح يطيح راح يطيح راح ينزل، لكن الى الان نتكلم ان قربنا على عدينا منتصف الدوري ببدايه الدور الثاني، وما شاء الله الفتح الى الان متواجد بشكل قوي. تشوف ان خلال 9 جولات القادمه ممكن يصير فيه تبديل كراسي، ولا تشوف انه ممكن بنسبه كبيره راح يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لا شوف، اذا احنا اخذناها كميدانيا او كداخل الميدان لا يمكن ان نجزم. صحيح، نجزم بصدر فتح نهايه الدور. الامور تتغير حتى اخر جول، لا تنسى ان الفتح يقابل الاهلي مرتين، يعني اللقاء القادم واللقاء بعد على نهايه الدور يقابل الشباب، يعني في انديه كبيره تتقابل مع الفتح، وهذه تسوي تكون يعني تكون يعني ضد او تقف ضد طموح النادي الفتح. لكن الانديه الاخرى الحق مشروع، الشباب الان منافس، الاهلي الان دخل الرابع، النصر دخل الان تقريبا منافس على الرابع مع الاهلي، الاتحاد الان راجعوا بقوه، فكما ذكرت ننجم بنا. لكن الفتح احنا ما ظلمنا، بالعكس انا اعتقد ان الاعلام فاد الفتح كثير في مساله ان نفسه قصير، ان لن ينافس، ان انا اعتقد ان هذه الامور اللي صارت كل ما طلعت اكثر الصدح كل ما بدع الاهلي، كل ما الجميع ذكر ان عفوا الفتح، كل ما ذكر الجميع ان الفتح لن يؤدي لاحظنا ان الفتح بدع. فاعتقد بالعكس احنا ما ظلمناه، بالعكس احنا فدناه بهالجمله اللي نقول ان الفتح نفسه قصير، او الفتح الذي ينافس، الفتح لا يملك ما، الفتح ليس عنده جماهير، الفتح ليس عنده بدلاء، وكل هذا الكلام قيل وتردد، وحتى المشجع العادي حفظ هالكلام على الفتح، لكن شاهدنا فتح عكس، معناته ان الكلام ما ضر ولا اثر في هذا الفتح. طيب سؤالي الاخير لك طلال، فتره الانتقالات الشتويه ان شاء الله راح تكون يوم الاربعاء القادم اخر يوم، تتوقع الى الان عندي يعني اتمت التعاقدات كما يجب في المناطق اللي تحتاج لها دعم، ولا تشوف الى الان يعني الانديه خلينا نقول بالعاميه على قولك تخبيص يعني في موضوع التعاقدات اللي لاقيه بناخذه؟ والله شوف انا عندك التخبيص، انا بقول ترقيع. انا اعتبر الترقيع اللي صاير الان ترقيع، يعني باستثناء الاهلي للامان، الاهلي وممكن صار حتى الحكم على اللاعب اللي سابق عليه، لكن على الورق تقول يعني ممكن صحيح. اي على الورق ممكن، لكن احنا يعني كل الاسماء اللي شاهدتها انا اعتقد انها من باب الترقيع او من باب رضا بعض الجماهير او تلبيه بعض اصوات الجماهير. حتى اخر التعاقدات مساء البارح مع اللاعب الصحفي انا تابعت الكاس الخليج، يعني للامانه كان اللاعب نقطه ضعف واضحه جدا من منتخب البحرين، الجمهور الإعلام البحريني كان يعني شايل عليه حملة إعلامية غير طبيعية بحكم سببه في أكثر، يعني كان يحملون السبب الرئيسي في خروجه، لكن كما ذكرت ربما يكون اللاعب يحصل أجواء أفضل وينجح، ودائما لا يمكن أن نصر على اللاعب. بعض اللعيبة زي ميدامر استيفي حقهم من أفضل إنجازات ومن أفضل وإلى الآخر، يعني تجزم أن هاللاعب صفقة، عندك إيمانة، عندك اللعيبة الاتحاد النصر أسماء كبيرة دلت للأسف على أرض الواقع ما شفنا شيء، يعني صحيح. كانوا عالة على الفريق، لكن في أسماء مغمورة تطلع لك أكثر، ودريتها كان فيها انتقادات وعلى أرض الميدان أثبت العكس، وهالكلام ينطبق على اللاعب النصر او لعبه الهلال او اللعبه الجدد اللي حضرهم الاتحاد والاهلي. احنا زي ما قلت لك لم تكن مقنعه كورقيه، لم تكن مقنعه، لكن داخل الملعب هو الحكم هو الفيصل. ممكن تعتقد ان الفتره قصيره جدا، احنا الان بمثابر احنا على مشارف النهايه، على يسموها مرحله حصاد الان. صحيح. لا تحتاج تجربه، لا تحتاج اجتهاد، الجمهور لن يتقبل اي خطا، واحنا شاهدنا امس ايش اللي صار في الهلال بعد مباراه الاتفاق، وايضا النصر الشوط الاول بعد خسارته بهدفين الدنيا كلها قامت، فالوضع ما يتحمل اي شيء الان. يعني الاداره اللي لم تكن عامله في حسبانها في 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 في, في مخها او في املها ان اللعيبه واللي تم التعاقد معاهم يسيرون بسرعه الانسجام، بسرعه الدخول مع المجموعه،
لن تمشي المبررات على الجمهور ان الوقت ضيق ان اللاعب يحتاج له. كل المباريات هذه صارت قديمه الان، انت تعرف ان باقي 9 جولات او اقل لماذا تقدم على مثل هذا؟ زي كما ذكرت لك دورينا للامانه يعني ما توقعت ان بعد خساره المنتخب واللي صار الدروب اللي صار الكره السعوديه، لكن بعد الجوله اللي شاهدتها الجوله الماضيه اعتقد اننا مقبلين على يعني جوله ودوري ناري جدا ان شاء الله نتمنى. وشكرا لك طلال لمشاركتك، وان شاء الله بتكون معنا بشكل مستمر ان شاء الله. يعطيك الف عافيه لتواجدك معنا. يعطيك العافيه. كما معنا الزميل الاعلامي المتميز الزميل طلال الغامدي. فاصل راجعين مع برنامج غرفه 11. ستشهد تدريبات نادي الاتحاد غدا لأول مرة مشاركة المحترف البرازيلي بيل مع زملاء اللاعبين في التدريبات الجماعية. وعندنا خبر في برنامج غرفة 11 اليوم بالنسبة للأخبار اللي طلعت، ويمكن كل الزملاء الإعلاميين كتبوها بما فيهم أنا في تويتر، أنه المعلق العراقي اللي تمادى وتجاوز على الحكم السعودي خليل جلال إيقافه من القناة العراقية لمدة عام كامل، طلع الخبر هذا غير صحيح نهائيا، ورح ناخذها ورح نتكلم عنها في برنامج الجولة بكرة إن شاء الله بالتفصيل. بالنسبة لبطولة كأس أمم أفريقيا، مباراة كوت ديفوار مع تونس، خسارة طبعا تونس بثلاثة أهداف، حيث ثأرت ساحل العاج من تونس بعد 17 عاما في نفس التاريخ بفوزها عليها 3-0 اليوم السبت على في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في جنوب أفريقيا. بالنسبة لترتيب المجموعات حتى الآن، المجموعة الأولى جنوب أفريقيا متصدرة بأربعة نقاط، ثم جزر الرأس الأخضر بنقطتين، ثم المغرب بنقطتين أيضا، ثم أنغولا متذيلة ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة. في المجموعة بي غانا تتصدر المجموعة بأربعة نقاط، تليها في المركز الثاني مالي بثلاث نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية بنقطتين، ثم في متذيلة ترتيب المجموعة الثانية النيجر. في المجموعة سي اللي هي المجموعة الثالثة، بوركينا فاسو تتصدر المجموعة بأربعة نقاط، ثم زامبيا في المركز الثاني بنقطتين، ثم نيجيريا في المركز الثالث بنقطتين أيضا بفارق الأهداف، ثم أثيوبيا في المركز الرابع. وفي المجموعة الأخيرة المجموعة دي الساحل العاج في مقدمة الترتيب بستة نقاط، تليها تونس بثلاث نقاط، ثم توغو في المركز الثالث بدون نقطة، والجزائر أيضا متذيلة الترتيب بلا نقاط. وفي المباراة الثانية في نفس البطولة كأس أمم أفريقيا، بداية الشوط الثاني أو في منتصف الشوط الثاني، توغو والجزائر، حتى الآن النتيجة 1-0 لتوغو. آخر أخبارنا، أنهى طلق ناري في الرقبة حياة أحد اللاعبين البالغ من العمر 28 عاما، الحارس السابق للنادي المصري وهو تامر الفحلة طبعا للنادي المصري والحالي لنادي غزل بورسعيد، خلال تواجده أمام سجن بورسعيد العام احتجاجا على قرار محكمة جنايات بورسعيد بحالة أوراق 21 متهمة في قضية استاد بورسعيد لفضيلة مفتي الديار المصرية. ونقل الفحلة فور إصابته لمستشفى بورسعيد العام في محاولة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وبدأت قوات الجيش في الانتشار في شوارع المدينة في محاولة السيطرة على الأوضاع الأمنية المتأزمة حتى الآن التي تسود المدينة بعد القرار الذي أصدرته المحكمة. شكرا لاستماعكم برنامج غرفة 11، إن شاء الله بكرة في برنامج الجولة وتفاصيل أكثر من 6:00 حتى 7:00 مساء. تصبحون على